هكذا هي الحرب، لا تفرق بين كبير ولا صغير. وها هم أكاديميو اليمن يعانون الأمرين في ظل حرب طاحنة، فأصبحوا يبحثون عن مصدر رزق بديل حتى لو كان في بيع القات أو مصنع للطوب. اليمن يمر بكارثة إنسانية تتفاقم في وقت تسببت فيه الحرب بتخريب الاقتصاد ووقف توزيع الإمدادات الغذائية، ما يدفع البلاد إلى شفا المجاعة، حيث يموت طفل كل 10 دقائق وفقاً لأرقام وكالة تابعة للأمم المتحدة.